أكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بأن الرؤية الحكيمة لعاهل البلاد المفدى يده الله في الارتقاء بكافة أوجه التسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات قد أسهمت في تعزيز موقع مملكة البحرين على الخارطة العالمية كواحة للحرية الدينية. جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن بأعضاء لجنة الولايات المتحدة حول حرية الديانات في العالم بحضور أعضاء مجلس أمناء المركز وجمعية هذه هي البحرين الذين قدموا شرحا وافيا عن التنوع والانسجام الديني والثقافي الذي تعيشه البحرين منذ قرون، حتى غدت التجربة البحرينية جسرا يمتد إلى جميع الدول والشعوب لمزيد من التجانس والوئام. كما أكد الحضور بأن جميع الديانات تدعو للمحبة والرحمة والصدق، ولا يوجد دين يدعو إلى الكراهية أو العنف أو القتل. من هنا تبرز أهمية تقريب القواسم المشتركة والمبادئ التي تقوم عليها جميع الأديان، كما شدد الحضور على أن مملكة البحرين تعد نموذجا رائدا على مستوى المنطقة والعالم في التعايش بين الأديان والحضارات على أرضها. يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج متكامل من اللقاءات والزيارات التي قام بها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مع جمعية هذه هي البحرين في العاصمة الأمريكية، حيث تقدم سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة والسيدة بيتسي ماثيوسون بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير البلاد لدى الولايات المتحدة الأمريكية على حسن التنسيق وتنظيم برنامج متنوع من الزيارات واللقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية والجهات الأكاديمية ذات العلاقة. أرى أن هذه الاجتماعات ذات مستوى عال، والبحرين كانت رائدة في هذا المجال منذ قرون، وكالعادة أجرينا محادثات غير عادية بشأن فرادة هذا البلد الجميل وما يحتاج العالم أن يعرفه عنه وما يمكن لدول العالم أن تتعلم من البحرين. وما زلت أؤمن أن البحرين تمثل شعاع نور في عالم يحمل الكثير من الظلام. من بين روائع العمل في هذه اللجنة هو فرصة الالتقاء بالعديد من الدول، لذا فإن لقاء الوفد من البحرين ومشاركتنا إنجازات الدولة وأيضا التحديات التي تواجهنا يسمح لنا كأعضاء في اللجنة أن نفهم أكثر وأن نتشارك قصصنا. وقد اكتشفنا أن العالم يصبح أصغر أكثر فأكثر كل يوم، وأن الذي يجمعنا أكثر ممن يفرقنا. ففي نهاية اليوم نتمكن من بناء العلاقات والحصول على فهم أفضل وزيادة وعينا وتعليمنا. واليوم هو بالنسبة لي درس وتجربة عظيمة وشرف لي هذه الصداقة.